constaté à la conférence de Riad. C'est la première fois qu'il y a eu une plateforme de disposition. Je vous soutiens pleinement. Merci. Vous avez toujours fait. Il y a quelques heures, il y a eu un massacre à Injara dans le nord-ouest. C'est facilité et sûr à l'aide humanitaire. Le monde voit les. نحن نريد الذهاب إلى مفاوضات ونحن جادون بذلك ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى توفير ظروف ملائمة للتفاوض إذ لا يمكن أن نتفاوض مع نظام وهناك جهات خارجية في سوريا الآن تمارس القصف على الشعب السوري أنا أتحدث معكم الآن وخلال الساعات القليلة الماضية كان هناك مجزرة في شمال غرب حلب في عنجارة ثلاث مدارس للأطفال في المدارس الابتدائية تم قصفها من قبل الطيران الروسي هناك أكثر من 35 شهيد من الأطفال وهناك عشرات لا زالوا تحت الأنقاض وهناك عشرات الجرحى ولذلك أنا أقول في هناك بنود في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 12-13 من القرار الأخير 22-54 تحتاج إلى إجابة وإلى التزام من المجتمع الدولي وخاصة من الدول التي وقعت على هذا القرار وأذكر هنا وأخص هنا بالذكر روسيا